ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على توقعات شهر اكتوبر، التوقعات الكامله او التفصيليه لاصحاب برج الحمل. برج الحمل عندكم شهر اكتوبر 2019 هيكون تغيرات كتير قوي، تغيرات كتير مفاجاه ايجابيه، حاجات حلوه قوي، هيكون ممتعه جدا. بس في حاجه متعلقه بالشهر اللي فات اللي كان في اشخاص كانوا مرتبطين بيكو، واحنا كمان قلنا في التوقعات بتاعت الشهر اللي فات ان في شخص جديد دخل حياتكم، علينا ان احنا نعرف الشخصيه كويس جدا ونشوف لو احنا متضايقين ننهي العلاقه. عندكم خلال شهر اكتوبر العلاقه شبه منتهيه، مش انتهت العلاقه، ممكن تكون مع اشخاص انتم مرتبطين بيهم او اشخاص دخلوا حياتكم جداد من ناحيه الصداقه، من ناحيه معرفه جديده خاصه بالعمل، ناس جديده، بس هي الاكثر في العاطفه، لان موضوع العاطفه عندكم في النقطه دي كويس جدا، ان اشخاص احنا بدانا بالعاطفه بس خلونا نكمل في العاطفه. من ناحية كده العاطفية، ان الاشخاص اللي عندهم شبه علاقة منتهية واكثرهم من الابراج المائية والابراج الترابية، في العلاقة شبه منتهية، في بعض خلافات كتيرة مش فاهمين كلها خاصة بعدم التفاهم. برج الحمل كان الفترة اللي فاتت عنده زعل وحزن على نفسه، الفترة بتاعت شهر اكتوبر عنده جمود وقوة، جمود توصله ان هو مش عايز ارجع للعلاقه دي، مع ان هم عندهم فرصه قويه جدا او عندهم رجوع. البرج المائي او البرج الترابي عايزين يرجعوا لكم قوي، عايز يعني الابراج الناريه والابراج الهوائيه في رجوع معاهم، هم عايزين يرجعوا، هم والحمل عايز يرجع لهم والعلاقه هتتحسن بشكل كبير جدا. اما العلاقة مع برج الأبراج المائية والأبراج الترابية هيكون فيها قلق، والقلق ده هيكون سببه ان برج الحمل مش عايزة اكمل، انا اللي مش عايزة العلاقة دي، وعندهم قوة، واحنا مش قوة انهم زعلانين فالحزن اثر عليهم، لا بالعكس عندهم قوة اللي هو ايه اللي انا اكمل فيه ده، انت ده انا كنت نايم وصحيت. فبرج الحمل عنده قوة في مرحلة العاطفة. برج الحمل دلوقتي من الاشخاص دي بقى يبصوا على الحياة العملية بتاعتهم اكتر، بقى يبصوا على نفسهم، بيعملوا برستيج لنفسهم، بيبصوا لحياتهم، فده شيء ممتع جدا، وده هيفصل معاهم بشكل كبير، يعني ده هيديهم طاقة ايجابية في الاول، وبعد كده هيخليهم ان هم يعرفوا يختاروا بعناية، لان هم زبطوا حالهم بمعنى اصح، فلما يختاروا حاجة نظيفة، اتقل عشان تاخد حاجة نظيفة. ده تفكير برج الحمل الفترة دي، كمان بالذات من الاشخاص اللي هم كانوا عانوا وحزنوا بسبب نهايه علاقه الفتره اللي فاتت، هم زعلوا اسبوع لكن العلاقه دي ما انتهتش، العلاقه دي لسه شغاله او لسه موجود فيها حاجه ولو 10%، هي ما انتهتش بشكل كامل، هم عايزين يرجعوا لكم جدا، هم اتحسنوا او ندمانين ان هم سابوكم، او شايفين ان هم مش هيعرفوا يلاقوا شخصيه زيكم تاني، فبدا ان هم عايزين يرجعوا ليكم وانتوا قافلين الباب بشكل كامل. انا مشجعكم جدا، يعني انا مشجعه قوي الشخصيه اللي هتبقى مش عايزه ان هي ترجع، لان انت هتعرفي تختاري بجد، او انت هتعرف تختار بجد، هتاخدوا حاجه مدروسه، حاجه عن وعي، فده حلو قوي. كمان انتوا هتبصوا لنفسكم اكتر، يعني النص الاول ده هيشغل بالكم جدا، ان انتوا تبصوا نفسكم من الناحيه الدراسيه، من الناحيه العمليه، من الناحيه الاجتماعيه، من ان انتوا تبصوا لشكلكم، للمظهر، لللبس، للاناقه، للشياكه، للجسم، ان انتوا تظبطوا جسمكم، فعايزين تبلوا نفسكم، وده هيساعدكم كتير قوي قوي على اختيار، او انتوا هتلاقوا شخصية حلوة بقى، شخصية تناسب الشخصية الجديدة بتاعتكم الممتعة دي، فانتوا هتلاقوا ده. ده من ناحية الناس اللي هي عندها مشاكل. اما بقى اصحاب برج الحمل هيكون في تحسن كبير، وعايزين بقى تحسنات في الحب اكتر، عايزين يعيشوا اجواء رومانسية، عايزين يبهروا الشريك، عندكم اسمها ايه اللي هو طاقة ايجابية من ناحية الموضوع ده، من ناحية العاطفة، يعني عندكم الحب يعني مولع، في رومانسية حلوة قوي قوي، اجواء انتوا عايشينها بشكل حلو، فاو الطاقة بتاعتكم متبلورة في العمل والعاطفة، مش ما بتفكرش في حاجة غير كده، العمل والعاطفة، الناس مش فارقة معاكم، اجتماعيا مش فارق معاكم يعني قوي، فده من الناحية العاطفية. في رجوع، واحنا قلنا ان في رجوع لاصحاب برج الحمل، يعني في تحسنات، وفي كمان فرص ارتباط هايله، بس هتكون في النص الثاني او في اخر النص الثاني من شهر 10. تعالوا نتكلم من الناحيه العمليه. من الناحيه العمليه اصحاب برج الحمل خطوه جديده وبدايه جديده، البدايه الجديده تعتبر عندكم تغير للايجابيه للافضل، الوظيفه او العمل هيجبركم ان انتوا تحسنوا من حاجات كثيره، وهو هيحسن فيكم حاجات كتيرة، يعني هيكون فيها قوانين
انتوا هتكونوا ماشيين على القوانين بتاعت العمل دي، وهتفرق معاكم كتير ايا كان ايه هي القوانين. كل حد من اصحاب برج الحمل بتفرق معي، يعني ممكن يكون العمل بيفرض عليك مثلا يونيفورم جديد، بس اليونيفورم ده بيديلك طاقه نفسيه، فده بيفرق معاك جدا. حاجات ممكن تكون من النوع ده بس انتوا ممكن تكونوا مش متخيلينها، لكن لما هتلاقوها هتفرق معاكم وهتعرفوا معنى الكلام اللي انا بقوله، ان اليونيفورم نفسه ممكن يفرق معاكم ان هو يشحنكم بطاقه ايجابيه. ان هو التوقيت بتاع العمل ممكن يكون تغيير التوقيت يناسبكم، فده حاجه بالنسبه لكم هتكون ممتعه. الحاجات اللي هي زي كده حاجات ممكن تكون صغيره جدا لكن هتبقى بشكل كبير فارقه معاكم. كمان من الناحية العملية، الناس اللي عندها مشروع خاص عندكم نجاحات قوية، وبنصح اي حد اللي عايز يعمل مشروع خاص يبدأ من الشهر ده. الشهر ده بيدعمكم جدا، بيدعمكم من ناحية القدرة الذهنية او الذكاء العملي، ان انتوا تركزوا في العمل اكتر، او ان انتوا يكون عندكم ادارة لجذب المال، للتفكير الصحيح ان انتوا تعرفوا تجمعوا المال، ان انتوا يكون عندكم تعرفوا تخططوا العمل، عندكم اهداف، رسمين اهدافكم وقادرين تمشوا عليها بشكل صحيح جدا. كمان يعني من الناحية العملية فرص ايجابية هتدعمكم كتير قوي، ان الشغل بتاعكم ده يبدأ ان هو يعلى، عندكم ترقيات، او ان الشغل بتاعكم او الوظيفة بتاعتكم او الشغل الخاص بتاعكم هيبدأ ان هو يكون ليه مسمع او ليه حاجة حلوة، يعني هيكون في دعم كبير. ده هيعمل لك انت او هيعمل لك انت دخل مادي زيادة مع شهرة، مع ان المنتج بتاعك او الحاجة اللي انت بتقدميها في وظيفتك هتكون حاجة كبيرة، يعني هيكون في دعم من ناحية دي. كمان ليكم هالة او ليكم جاذبية حلوة قوي، هتخلي عندكم قبول من ناحية الناس، من ناحية الناس اللي هم بيتعاملوا معاكم في العمل. كمان انتوا باصين لنفسكم الفترة دي جدا، فده بيساعدكم جدا على ان انتوا تشحنوا نفسكم طاقة ايجابية، فده بيفرق معاكم جدا، بيعمل لكم هالة حواليكم، بتجذب الناس ان انتم قد ايه اشخاص رائعة وقد ايه اشخاص متميزين، فبالتالي الناس بتحب تتعامل معاكم. يعني لو انتم عندكم مشروع خاص فيبدا ينجح لان عندكم قبول، لو انتم عندكم هتقدموا في انترفيو جديد فهيكون عندكم قبول وهتقدروا ان انتم تنجحوا في الوظيفة دي. فانا بنصح اي حد عايز يعمل مشروع او عايز يقدم في وظيفة الشهر ده احسن فترة ليك ان انت تعمل ده. عندكم ممكن يكون في بعض كمان التوتر او القلق من حاجة انتوا بتحاولوا تنجزوها، عايزين تنجزوا حاجة، في حاجة شغلة بالكم، سواء كانت في العمل، سواء كانت بناء مشروع جديد، او ممكن كمان على فكرة يكون انتقال لمكان جديد او توضيب لحاجة، او شراء سيارة او شراء حاجة، ده فارق معاكم جدا وبالكم مشغول بيه جدا. عايزين ان انتوا تركزوا اكتر في ان انتوا عايزين نعمل ايه، عايزين نخطط ازاي، يعني بالكم مشغول من الناحية العملية بشكل كبير، وكمان بشكل ان انتوا عايزين تطوروا من نفسكم. اصحاب برج الحمل عايزين تطوروا من نفسكم، وده شاغل بالكم جدا من الناحية العملية، من الناحية العاطفية، من ناحية البرستيج والجسم والستايل والمنظر والحاجات دي كلها، فده اللي فارق معاكم، وانا بشجعكم جدا على ده، وهيكون شهر ممتع ان انتوا لو عملتوا ده هتنجحوا فيه جدا، وهتكون نهاية الشهر ممتعة ليكم، هتشحنكم بطاقة ايجابية هتخليكم تدخلوا فيه ايام سعادة، وهتجلبوا الحظ ليكم، وهتعرفوا تجلبوا الحاجات الحلوة ليكم والمفاجآت والخير ليكم. ان انتوا تدعموا نفسكم بنفسكم، ما تستنوش حد يدعمكم، ده حاجة ايجابية. فانا بشجعكم جدا جدا على ده، وبقول لكم ان انتوا رائعين جدا خلال الفترة دي، ودماغكم ماشية بشكل رائع الفترة اللي جاية او شهر اكتوبر. يعني ورغم ان احنا بنقول ان في مفاجآت ايجابية وفي حاجات كتيرة ايجابية، بس عايزة ان انا عشان اقول التوقعات بشكل كامل، هيكون الفترة اللي هو تاني اسبوع وتالت اسبوع من شهر اكتوبر هيكون في شوية خلافات، او هيكون في مضايقات، يعني هتحس ان المسؤولية عليك كبيرة او المسؤولية عليك كبيرة، في بعض الخلافات العائلية مأثرة عليكم سلبيا، في بعض الخلافات اللي ممكن تكون مع اصدقاء، بس اصدقاء قريبين قوي قوي، يعني مش الاصدقاء اللي ما بيفرقوش معانا، لا، الاصدقاء القريبين قوي ممكن نلاقي منهم نفسنا، نلاقي منهم حقد، وفي كتير على فكرة بيحقدوا على برج الحمل، يعني في رجل حمل بيحقد على رجل حمل بشكل كبير جدا، مرأة الحمل في مرأة زيك بتحقد عليك بشكل كبير جدا، فنخلي بالنا كويس جدا. وعلى فكرة هم من اصدقاء الاصدقاء، يعني من الاصدقاء المقربين جدا، فعشان كده مش عايزاكم تأمنوا لأي حد مهما كان. يعني انا مشجعكم في ان انتوا تبصوا لنفسكم، تساعدوا نفسكم، تشجعوا نفسكم، لكن ان احنا مش اي حاجة او مشاكل مثلا خاصة بالعاطفة، خاصة بالاهل، نروح نحكيها للاصدقاء دول، ممكن يكونوا ما يؤتمنوش تماما واحنا اللي منخدعين فيهم.
او احنا عشان ممكن يكون دائره اصدقائنا ممكن تكون قليله، فاحنا بننقي او بنامن لشخصيه ممكن، لان اصحاب برج الحمل غلابه يعني، هم غلابه في النقطه دي، هم ناصحين قوي وواعيين جدا، لكن غلابه في نقطه اختيار الاصدقاء، بيختاروا الناس اللي هم ممكن يكونوا مش كويسين. فعلينا ان احنا ما نقولش بس لحد ولا نحكي حاجات خلافاتنا او مشاكلنا لاي حد، عشان ما يمسكها لناش زلة بعد كده. المشاكل دي كلها تكون النص اللي هو في النص يعني، الاسبوع التاني والاسبوع التالت. الاسبوع الاخير من شهر اكتوبر هيكون بقى هو التغيرات الكاملة الايجابية، البدايات القوية بتاعتكم هتبدأ ان هي تكمل، القوة بتاعتكم هتبدأ بنهاية او هتخلص بنهاية جيدة جدا. يعني على نهاية الشهر هنحس ان هو كان شهر رائع، رغم ان جه في النص حاجات خلافات مشاكل، حسينا ان احنا علينا مسؤولية كبيرة، ضغط كبير مش قادرين نتحمل، ممكن نوصل ان احنا نفقد اعصابنا، ما نعرفش نسيطر على طريقة كلامنا على اسلوبنا، ممكن يكون في مشادات شوية مع اشخاص قريبين مننا من العائلة او من ناس قريبين مننا واكثرهم من العائلة يعني. كل ده ممكن ان هو يحصل، بس على نهاية الشهر هتحس ان هو ما فرقش معانا. اللي فرق معانا هو الوضع العاطفي وتغيرنا وقوتنا في الناس اللي هم سابونا وقوتنا في الرومانسية والعمل، ان احنا قوينا وعملنا برستيج لنفسنا وعملنا حاجة لنفسنا وبقينا مستقبل افضل، وصلنا لاهدافنا، في مفاجآت ايجابية، سمعنا اخبار ايجابية، جايلنا فرصة حب جديدة، حاجات اللي هي زي كده، ده اللي هيفرق معانا وده النتيجة اللي هنطلع بيها الشهر ده. لكن في النص مش عايز اقول لكم اللي هو ايه يعني، خلينا ان احنا ما نشغلش بالنا، اهي ايام وهتعدي، خلينا ده في دماغنا كويس جدا ان دي ايام وهتعدي. الوضع كتير افضل، في تغيرات ايجابية، مفاجآت كمان، هتسمعوا اخبار حلوة عن حد قريب منكم، اخ اخت، هتسمعوا حاجة ان انتوا كنتوا مستنيينها بقالكم فترة، القوة اللي انتوا مش حاطين نفسكم بيها هتسبب لكم حاجة ايجابية ومفاجآت برضو ايجابية من ناحية القوة بتاعتكم، الشخصية اللي انتوا عملتوها جديدة، هتعرفوا اخبار جديدة هتساعدكم كتير في فهم الماضي، يعني الماضي كله اللي انتوا كان شاغل بالكم وفي حاجات انتوا مش عارفين ايه السبب ليه حصل كده، بدايات ان انتوا هتعرفوا السبب فعلا كان ايه والوضع ايه والدنيا كانت ماشيه ازاي، فهتفهموا الدنيا وهتفهموا دماغكم، هتبقى فاهم الحاجات اللي كانت بتحصل ايه، وانتوا هتفهموا ده يعني، في حاجات هتفهمكم الدنيا كانت ماشيه ازاي والسبب ايه والدنيا ايه. فكل الحاجات دي ايجابيه جدا. عشان ما اطولش عليكم تعالوا بس نتكلم في الصحه، لان كنت هنسى اتكلم فيها. من ناحيه الصحه النفسيه في تاثير كبير، لان في مشاكل من العائله مؤثره عليكم، خلافات ممكن مع الشخص اللي ساب الحبيب من الابراج المائيه او الترابيه زي ما احنا قلنا، ده كان مؤثر عليكم، لكن ده في البدايه يعني، ممكن يكون على اخر شهر سبتمبر ومكمل لاول اسبوع من اكتوبر، بعد كده نبدا ان احنا نتغير للايجابيه بقى والافضل. فدي بس مشكله ممكن تكون مؤثره على نفسيتكم بشكل ممكن يكون سلبي شوية، لكن انتوا بتوضبوا حالكم، بتجيبوا لبس جديد وبصين لحياتكم بشكل جديد، عايزين تجددوا من الحاجات اللي حواليكم، تغيروا من كل حاجة حواليكم، فده برضو هيكون عاكس الحاجة السلبية في حاجة ايجابية معاكم، فده هيدعمكم وهيوصل النهاية بتاعت الشهر لشهر ممتع. يعني هيكون في النص زي ما قلنا بعض الخلافات، لكن هيعدي وهيبقى الدنيا ماشية وايجابية، وهيكون في النهاية هنعرف ان هو كان شهر ممتع جدا. من ناحية الصحية الجسدية هيأثر عليكم ده شوية بان احنا هيبقى عندنا صداع كتير، تفكير كتير، بس عايزة اتكلم على اللي بيعاني من مشكلة جسدية، مشكلة في القولون، الكلام ده تابعوا، ده تابعوا نفسكم وشوفوا، لازم تكشفوا على نفسكم، ما تسكتوش، لان اكثر اصحاب برج الحمل بيسكتوا على تعبهم، فدي مشكلة، ما تفضلوش في تعب عايشين فيه يعني، لا نشوف حلنا افضل. لكن المشكلة النفسية تبقى مأثرة علينا بس من ناحية الصداع، من ناحية ممكن تجيب لنا وجع في القولون، الناس اللي بيجي لها القولون العصبي يعني كتير منهم اصحاب برج الحمل، فيكون تعبهم بسبب العصبية الشديدة وان احنا تفكير شديد والكلام ده، فنخلي بالنا بس من الموضوع ده والنقطة دي. لكن هو هيكون شهر على المستوى العام او المظهر الخارجي هو هيكون شهر رائع جدا، لكن من جوه بس في حبة تكات كده، لكن هتعدي مع الوقت. اتمنى ان انتوا تكونوا مبسوطين خلال الشهر ده، بصوا للطاقة الايجابية والدعم فقط. بشكركم جدا، بعتذر لان انا عارفة ان انا طولت عليكم وحاولت ان انا انجز. بشكركم، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.